سؤال ثاني، علاش المعلمين يضربوا؟ هما فما زوز انواع مش نوع كاف. انتبه معلمين، خلاص زمن خلاص انتهى. لو تضرب في الصغرى ومازال قاعد يتضرب من عند مرته ولا من عند رجل، دونك لازم يعدي العقد والضغط اللي عنده الصغيرات، ما كانش يترشق وهذا ما يساعد حد. نحن ناقصين معلمين بطبيعتنا، يزيد ترشق لنا واحد اخر مشكل. هما اللحم وانت السكين يا سيدي، اللطف عليك من الترشيق. النوع الثاني السبب بتاعها هو فقدان الهيبه، ويتصور النوع هذا باللي باش يسترجع هيبه المعلم اللي ضيعوها له بعض زملائه سلوكاتهم المشينه والمسيئه لقطاع التعليم ككل، من محاباه لاولادهم ولاولاد قربائهم واصحابهم ومدام دفورات التلامذه اللي يقراوا عندهم ميتود في السيونس الاخرانيه، ومن التحرش والكلام الفاحش في القسم. ومن النوع الاول اللي حكينا عليه، بلاص ما يضغطوا على زملائهم باش يبطلوا الممارسات هذيا، وكيك يتواصل احترامهم التلامذه والاولياء. عليه شوف اما الطريقه اسهل، اللي يقوم بجريمه التشويش ولا جنحه عدم القيام بحل الواجب المنزلي ولا جينات ماهوش حافظ المحفوظات، وهذا بالطبيعه يندرجوا في خانه الجرائم اللي تمس من هيبه المعلم حسب المجله الجزائيه. اصبح من الواجب تسليط العقوبه اللازم من طرد، انذار، استدعاء ولي الا اثنين في الامتحان اللي بعده. ليه بالطبيعة تاع كفار هذا مش بتاعنا. اي مالك سهلة ياسر، اضرب اضرب وراجع هيبتك بلا كلام فارق. قلب انطير قلب استدعاء ولي سايباني.